شحال اليوم في الشهر؟ ما جيتش اليوم ندوي لكم على شحال اليوم في الشهر، ولكن جيت ندوي لكم على العرض ديالي. هذا العرض هذا ان شاء الله اللي غندوي فيه على الشباب وعلى الازمه وعلى البطاله وعلى الفقر وعلى بزاف ديال الحوايج. وكاين واحد الدريري تاهو يلا طالع سميتو كروش، عنده سبيكتاكل ان شاء الله في لو سامدي 28 ديسمبر ان شاء الله. تجي تفرج فيه؟ نجي. واش مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا. ولا عطيتك لانفيتاسيون ديال واحد الدري تا هو شاب جون تا هو كيحط دي فيديو في يوتيوب وعنده سبيكتاكل، غتمشي تفرجي فيه؟ تقدري؟ اه. انت كتثقي في هذوك الشباب وما كتثقيش في هذوك الناس اللي واصل؟ اه. شنو كان؟ عطاو لانفيتاسيون. شكرا. سهلة. كروش كيبان لي ليه واحد الفيديوهات في يوتيوب هاد الايامات الاخرى. اه اخبارك عنده واحد سبيكتاكل شي حاجه بحال هكا؟ لا ما في اخباريش. اولا عطيتك لانفيتاسيون ديالو نجي تفرج فيه؟ اه على راسو العين. يلا شكرا. الله يحفظك خويا. وان شاء الله في هذا العرض هذا كاينين مفاجآت، جيو تفرجوا في شحال اليوم في الشهر.